أينما كنتم أسعد الله صباحكم وطابت جميع أوقاتكم بكل خير. انطلق الشوط الحادي عشر بانطلاقة موفقة وسليمة والحمد لله. شوطا سنتابع من خلاله أسماء قوية تبحث دائما في كل تواجد لها، في كل انطلاقة لها، بحضور لها عن الفوز وعن الناموس. أبدأ مباشرة بالتعرف على مراكز القوة في هذا الانطلاق لأجد من تحتل المركز الأول مع مقدمة الشوط الجساسية لهجن الشحانية وجابر بن سالم بن فاران. من يتابع لنا الجساسية من تتقدم مع أول الأسماء، بينما ثاني التحديات الانطلاقة من قبل صدى لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية. من تابع لنا تحركات صدى من تقتفي الجساسية مع ثاني المراكز، أما ثالث المراكز فأتابع الحضور من قبل الشامخة لهجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل. أما خامس المراكز فانطلقت وحضرت خامسا، أتابع الحضور من قبل النادرة لسعادة الشيخ محمد بن جاسم بن عبد العزيز الثاني حمد بن طالب بن عمارة. من يتابع لنا حمد بن محمد بن هادي الجربوعي. من يتابع لنا حضور وانطلاقة النادرة مع ثالث المراكز. أما المركز الخامس فتتقدم نحو المركز الرابع رويدا رويدا لهجن أم الزبار، لأجد لؤلؤ المتابعة من قبل محمد بن بخيتة بن برقام. من يتابع لنا الحضور والانطلاق من قبل اللؤلؤة الحاضرة، لؤلؤة من تتواجد هنا على رابع المراكز. إذن مشاهدين الأعزاء، هكذا هو نداءنا الأول لهذه الأسماء الحاضرة، لهذه الأسماء المنطلقة، بينما عودة من جديد إلى الجساسية. من تتقدم مع أول الأسماء، من تحضر مع مقدمة الشوط لهجن الشحانية. الشبل في عملية التضمير والتكتيك، بينما النادرة تتحرك من المركز الثالث إلى المركز الثاني في هذه الأثناء. العائدة ملكيتها لسعادة الشيخ محمد بن جاسم الثاني حمد بن محمد الجربوعي. من يتابع لنا النادرة. أما المركز الثالث فاسم جديد إلى محور النداء والإذاعة، ليتابع ولا لهجن الشحانية الذهبي سالم بن فاران. يتابع لنا تحركات ولا من تنطلق نحو المركز الثالث، لؤلؤة لهجن أم الزبار محمد بن بخيت بن برقان. أما المركز الخامس فحضرت في هذه أثناء، اندفعت بهذا الاندفاع الكبير، انطلقت هنا تحفة لهجن الشحانية بهذا الأداء والتحفة. المتابعة من قبل البرنس بن عقيل. من يتابع لنا تحركات تحفة والجساسية، وانتصفنا المسافة بقيادة الجساسية بتحركات الشبل. من يتابع لنا الجساسية بن فاران يتابعها في عملية التضمير، بين ما ولا انطلقت في هذه الأثناء، اندفعت ولا لهجن الشحانية الذهبي سالم بن فاران. يتابع لنا تحركات وانطلاقت ولا، بينما أتابع تحفة لهجن الشحانية البرنس بن عقيل. يتابع لنا تحفة هجن المرقاب، هجن الشحانية، هجن أم الزبر. اجتمعت المؤسسات الكبرى لأتابع الحضور من قبل وزن خميس بن سعيد الزرعي. يتابع وزن في هذه الأمتار. أما المركز الخامس فهي ولا لهجن أم الزبار وبن برقان، يتابعها في عملية التضمير، بينما ما زالت البداية مع الجساسية. الخمسمائة متر الأخيرة، الأمتار الكبيرة، بينما وزن تتحرك في هذه الأثناء لهجن المرقاب الزرعي. من يتابع لنا انطلاقة وزن يا صعب الأمتار يا محل المنافسة، بينما تحفة تحفة في هذه الأمتار الصعبة لهجن الشحانية البرنس. يتابعها في عملية التضمير المركز الثالث.
ينفذ لهجن الشحانية، بينما ولا لهجن المرقاب تحقق هذا الفوز وهذا الانتصار بكل جدارة، بكل استحقاق، بكل عرض لافت للأنظار. شكرا لمن تابع لنا وزن خميس من سعيد الزرعي. المركز الثاني هي تحفة لهجن الشحانية، هنا المركز الثاني، المركز الثاني تحفة لهجن الشحانية، جار الله بن محمد بن عقيل. المركز الثالث، المركز الثالث، المركز الثالث، المركز الثالث ولا لهجن الشحانية وسالم بن فاران المري. المركز الرابع، المركز الرابع الجساسية لهجن الشحانية، جابر بن سالم بن فاران. المركز الخامس، المركز الخامس مياسة لهجن المرقاب وحمد بن سعيد الحبسي. هكذا تابعنا وإياكم هذا الحضور الكبير، هذا الحضور الطاقي لوزن في آخر الأمتار لهجن المرقاب خميس بن سعيد الزرعي. من تابعها في عملية التضمير، التوقيت الزمني 6:08 33 جزءا من الثانية. تهانينا تهانينا على هذا الفوز، على هذا الانتصار. أما المركز الثاني فحضرت تحفة لهجن الشحانية، جار الله بن محمد بن عقيل. التوقيت الزمني 6:10 44 جزءا من الثانية. أما ثالث المراكز فهي ولا لهجن الشحانية سالم بن فاران المري، من تابعها في عملية التضمير، التوقيت الزمني 6:10 66 جزءا من الثانية.